ومن آداب الزيارة أن تدعو للمريض بالشفاء وتأمره بالصبر، وأن تنفس له في الأجل، وأن تبعث في نفسه الأمل. في هناك بعض الناس آتاهم الله رب العالمين حظا عظيما من الرقة، من وداعة النفس وسماحة القلب، من بشاشة الوجه ونظافة اللسان، فتجده يفيض على ما حوله، يقلع عليه حللا من الوشي، ويقلع على ما حوله أكاليلا من الورد، وتجد محضره يظهر فيه أثره لا محالة، لأن المؤمن كما هو معلوم كجراد قد حشي مسكا، وكذلك أهل العلم، العالم كجراد حشي مسكا، فلا بد أن تدل ريحه عليه. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الموفقين يا رب العالمين. فهذا الصنف من الناس إذا ذهب يعود مريضا نفس له في الأجل، يقول له: يا أخي، هذه علة يسيرة، اصبر اصبر، فإن في الصبر أجرا عظيما، وإن في الصبر عطاء جزيلا، اصبر. لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني ويسمعه ويتلو على مسامعه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المرض ويدعو له. وهذه العلة التي تعاني منها قد عانى منها قوم كثيرون وقد برئوا وشفاهم الله رب العالمين، ما زال بالتأميل وما زال بتنفيس الأجل على أخيه حتى يبعث في نفسه إشراقة الأمل. وأقوام يدخلون على المريض ربما كان يعاني زكاما يسيرا فيقول: هذه أعراض السرطان والعياذ بالله، أوصي يا أخي أوصي، فما أراك منها ناجيا، على وجهك مخايل الموت. يا أخي لا حول ولا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وربما افتعل البكاء كدموع التماسيح. هناك أقوام بهذا السوء بل أشد، نسأل الله أن ينجينا منهم أجمعين. هناك أقوام بهم مرارة في قلوبهم تفيض على ألسنتهم وجوارحهم، كالذين وصفتهم الحكاية القديمة مع موسى عليه السلام، من ذلك الرجل الذي أصبح موسى فمر عليه فوجده قد وضع رأسه بين رجليه، فقال: ما لك؟ فقال: بقرتي تحلب كل يوم جردلا واحدا دلوا واحدا، وبقرة جاري تحلب دلوين. قال: سير، تاهت والتقيناها، أدعو الله جلت قدرته أن تحلب بقرتك دلوين كبقرة جارك. قال: لا، ثلاث دلاء وجارك بقرته تحلب دلوين؟ قال: لا. أربعة؟ لا. قال: ما تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحد. هناك أخوان بهذا السوء والله أعرفهم وتعرفونهم، نسأل الله أن يسلمنا من شرورهم. على المرء أن ينظف داخله، تعرفهم تعرفهم في فلتات ألسنتهم، تعرفهم في حركات جوارحهم اللا إرادية، في نظرات الأعين ينظر إليك شزرا ولا يقبل عليك إقبال المحب على الحبيب. ألم تر إلى قول الشافعي: أين من يتحاب اليوم في الله تبارك وتعالى على هذه الصورة؟ يقول: والله إني لأعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا خير، لو شتمتني لم ترد إلا خير. وهناك نفس تسمح بقبول الشتم من غير مؤاخذة، يعني تمر لا له ولا عليه. هناك نفس كذلك، هذا مستحيل، فضلا عن أن تكون نفسا ترى في الشتم خيرا. يا نفس الشافعي رحمة الله عليه، اللهم اجعلنا من هذا الصنف المبارك يا رب العالمين.